السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ناس كتير عمالة تقول لي عايزين نعمل العجينة البيضة في البيت، او ايه هي العجينة البيضة، او ايه هي خلطة الغسيل البيضة. انا هقول لكم على الطريقة وفيديو كامل اهو تعملوها في البيت. عبارة عن نص كيلو سلفونيك، 625 جرام سيليكات بخمسة جنيه نشا اللي هو ربع كيلو، 3 جنيه بيكربوناتو. طبعا السلفونيك مادة نظافة عالية جدا جدا، تمام. السيليكات دي مادة مبيضة، مادة مبيضة. النشا ده بيجمع القوام وبرده في نسبة نظافة. البيكربوناتو عشان الصفار اللي تحت الإبط والروائح الكريهة، بيمتص الروائح الكريهة. تعالوا كده، أول حاجة هنعملها بس أهم حاجة التقليب. الناس اللي بقى بتدور على الصابونه البلدي اللي هي البيضه دي ملهاش لازمه ومش موجوده حاليا، بلاش تدوروا عليها وتتعبوا نفسيكم. هنفضي السلفونك كده اول حاجه، تمام. اهم حاجه التقليب يكون كويس. واحدة واحدة مع بعضينا، محدش يدور على الصابونة البيضة حاليا، وسيبكم من الكلام الفاضي ان الصابونة البيضة نعملها من زيت الاكل القديم. معلش يعني بالعقل، يعني انتوا بتعملوا صابونة بيضة من الزيت الوسخ القديم، فين النظافة بتاعتها؟ بتحطوا مثلا اللي هو البطاس، طيب فين المحسنات بتاعت البطاس؟ فين مادة الرغوة؟ فين مادة النظافة؟ حاجات كتير انتوا ما بتاخدوش بالكم منها. فانا دلوقتي هعمل لكم العجينه البيضه دي، هتفرق معاكم كتير جدا ومش مكلفه، حاجه كده بسيطه جدا ومش مكلفه في البيت. اهم حاجه التقليب ما نستهونش بيه يا جماعه، التقليب التقليب. طبعا دي احنا ما بنستخدمهاش على طول، احنا بنسيبها يعني بعد ما بنحط المواد كلها بنسيبها ساعتين ثلاثة عشان القوام بتاعها يكمل. يعني ممكن انا بعد ما اخلص سليب تلاقيها خفيفة. اهم حاجة القوام. بعد كده هنفضي 625 جرام مادة السيليكات، ودي بقى بتحتاج برضو تقليب جامد جدا. الحاجات دي تعملوها بحرص. تالت حاجة نحط النشا.
عشان ما حدش يسألني يا جدعان بعد كده. هي للهدوم البيضة فقط، اي حاجة بيضة ملهاش علاقة بالالوان، عشان في ناس ممكن تسألني كتير ينفع للالوان. لا هي مش للالوان، هي للهدوم البيضة فقط. جمع هتبقى بيضة، هي سهلة ومش مكلفة خالص. نحط بعد كده 60 جرام البيكربونات، ده بيمتص الروائح الكريهة من الهدوم. اهم حاجة التقليب يا جماعة، التقليب باستمرار. العجينة بالذات بتحب التقليب الكتير. معلش هتتعب شوية بس هتاخد حاجة من البيت نظيفة كده وموفرة، وهتغنيك عن الكلور اصلا، يعني هتغنيك عن حاجة اسمها كلور، وهتقعد معاك تاخد منها في الغسلة كوباية بس، يعني كل غسلة تاخد منها كوباية. العجينة دي للغسالات العادية مش للغسالات الاوتوماتيك، دي استخدامها غسالات عادية بس، هي لما هتركن وتريح هتلاقيها تقلت معاك بس كده، ولا تعب ولا مجهود ولا اي حاجة. تسيبوها ساعتين تلاتة وترجعوا تاخدوا منها قد كوباية كده، تستخدموها في الغسالات العادية، تنقعوا فيها الهدوم البيضة، تنقعوا فيها الكاوتشات البيضة، اي حاجة بيضة، هي لاستخدام الحاجات البيضة بس، استخدام الحاجات البيضة مش الالوان. دي الناس كانت بتسألني دايما بتقول لي يعني ايه عجينة غسيل، يعني ايه عجينة بيضة. هي دي العجينة البيضة بالطريقة السهلة اللي انا قلت لكم عليها دي، بتتعمل في البيت. ويا ريت ما تنسوش اللايك والمتابعة والشير عشان الكل يستفاد، ودعواتكم معانا. شكرا.